نظمت وزارة الصحة قافلة طبية شاملة بقرية نجع العرب بمركز أرمنت جنوبي الأقصر. وتتضمن القافلة صيدليات متنقلة لصرف العلاج بالمجان، إضافة إلى إجراء التحاليل والأشعة وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى. استكمالا للمبادرة الرئاسية للقوافل الطبية العلاجية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، احنا النهارده موجودين في محافظة الأقصر في أحد قرى ونجوع مدينة أرمنت اللي هي نجع العرب، ودي أحد القرى أو النجوع اللي هي موجودة في الحواجر، بنقول عليها الحواجر اللي هي موجودة في الجبل. وطبعا المواطنين في الأماكن دي بيبقوا بعاد عن الخدمات الصحية، بعاد عن المراكز والوحدات والمستشفيات، ففي الحالة دي احنا بنوصل لهم وبنحاول نقدم لهم الخدمات الطبية اللي هم فعلا محتاجينها.